مدينة الثقافة بالعاصمة التونسية تتواصل فعاليات الدورة 30 من مهرجان قرطاج الدولي للسينما بمشاركة نجوم وسينمائيين من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. فعاليات أيام قرطاج السينمائية لهذا العام تعرف بدورة نجيب عياد، وبالإضافة للفعاليات الفنية والثقافية يشهد المهرجان توزيع عدد من الجوائز لأفضل الأفلام والمخرجين والممثلين تحت إشراف مختصين من مختلف أنحاء العالم. والآن دعونا نستقبل الضيفة السيدة لمياء قيقة المندوبة العامة الفنية لمهرجان أيام قرطاج السينمائية. أهلا وسهلا فيك ببرنامج يوم جديد. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا سيدة لمياء، وصباحك سعيد سيدة الفاضلة. يعني إحنا في الدورة 30 لمهرجان قرطاج السينمائي، يمكن الدورة بدأت يوم السبت الماضي راح تنتهي 2 نوفمبر، احكي لنا كيف جرت الأمور حتى الآن، ما أبرز ملامح هذه الدورة، إيش اللي ميزها عن دوراتها السابقة؟ تفضلي. أي دورة 30 دورة 30 لأيام قرطاج السينمائية هي دورة استثنائية بالأساس، باعتبار وأنه مدير الدورة توفي وهو في يقوم بأن ينهي آخر تحضيرات للدورة، وبالتالي انجبرنا أن نتابع الدورة وننهيها وننهي كامل التحضيرات بما تعهدنا عليه. والحمد لله تم الافتتاح على أحسن ما يرام، تظاهرات اللي في الشارع هي كذلك كانت على أحسن ما يرام، كذلك حضور الضيوف يعني كانوا استجابوا مع أيام قرطاج السينمائية. نحن اليوم في اليوم الرابع يعني في العروض، والعروض تقريبا كل العروض ممتلئة، يعني ما فيش حتى عرض يعني يمكن اليوم عندنا مثلا العرض الثاني لفيلم اللي المخرجة بتاعه يعني تونسية وتمثل فيه صبري، يعني فل يعني كل العروض سواء الافريقي والتونسي والجزائري او السعودي كلها يعني تلاقي يعني اقبال من الجماهير. وتعرفوا انه خصوصيه ايام قرطاج السينمائيه هي الجمهور، وبالتالي نحن ناخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيه. هذه السنه العروض تقام في مدينه الثقافه، نعم. جزء منها، جزء كبير منها في مدينة الثقافة التي تسخر بأربع أو خمس قاعات من معناتها من متطورة جدا في طريقة البث متاعها، وتلاقي الإقبال. يعني أول دورة نقوموها في مدينة الثقافة، والحمد لله يعني هناك سلاسة في الدخول والقاعات والخروج، نعم. والإقبال والحمد لله، يعني حتى الضيوف الأفارقة والأجانب يعني من العالم كل العالم يعني سعداء جدا انهم متواجدين والحمد لله يعني. نعم. طب ما مدى صحه الدورات السابقه؟ يعني ما لاحظناش اي. نعم تفضلي. ما مدى صحه انه فيلم عرايس الخوف انه تم اختياره لافتتاح المهرجان ببادره من الراحل نجيب عياد؟ الافتتاح تم بفيلم تونسي. أنتم تعرفوا أن تونس هذه السنوات الأخيرة هي تتألق في مجال السينما وفرضت نفسها يعني في جميع المهرجانات العالم، وبالتالي اسم من أسماء وعلم من أعلام السينما العربية عموما نوري بوزيد. وبالتالي عندما عرض علينا الفيلم كان من الطبيعي والبديهي نوع من التكريم، نوع من التألق، يعني عادي جدا أنه هذه السنة يكون تكريم البلد المضياف اللي هو تونس، باعتباره أنه نوري بوزيد يعني لا يعلى عليه يعني ما. وهذا تم حتى قبل ما يتوفى سي نجيب عياد الله يرحمه، يعني تحدثنا طويلا وكان موافقة نوري بوزيد، ومشكور لأنه الفيلم يعني لاقى جمهور أحسان الجمهور. بالتأكيد فيلم كان يتحدث عن قضية مهمة وعالجها بشكل ربما مختلف، يعني نتحدث عن قضية إرهابية تم تناولها سياسيا واجتماعيا أيضا. على العموم سيدتي الكريمة راح نتحدث عن هذا الفيلم وتفاصيله لاحقا، لكن خلينا نتحدث عن التواجد النسائي في دورة هذا العام، كيف كانت؟ غاب الصوت. سيدة لمياء تسمعيني؟ صوت واضح؟ أيوة.
طيب حدثينا عن التواجد النسائي في هذه الدورة، كيف يعني كان التواجد هذا التواجد النسائي؟ التواجد النسائي أنتم تعلمون أنه أيام قرطاج السينمائية عمره أكثر من 50 سنة، ولطالما دافع على المرأة والأفلام المنتجة مع حقوق المرأة، هذا طبيعي يعني من بديهات المهرجان. ولكن هذه السنة لاحظنا أنه حتى من السنوات الأخيرة أنه المرأة بدأت تتألق سواء كمخرجة كمنتجة كتقنية يعني في بلداننا العربية والإفريقية عموما يعني هي متواجدة، وبالتالي وجود 19 مخرجة من هذه البلدان العربية والإفريقية باعتبار أن المسابقة الرسمية هي مخصصة للعرب وللأفارقة، وجودها كمرأة يعني فرضت نفسها سواء في تونس والمغرب والجزائر، كل البلدان اليوم عندها ما يكفي من المخرجات المتألقات، وبالتالي وجود طبيعي. السنة اللي فاتت كانت يعني في الدورة 29 كانت عندنا 14 مخرجة، هذه السنة عندنا 19 مخرجة، ونحن سعداء. يعني هو ليس بمنطق المحاصصة ولكن بمنطق الجدارة، بمنطق المرأة اليوم تفرض نفسها صحيح. في كافة البلدان كجزء فاعل في المجال السينمائي. نعم، هيدا الدورة فيها عدة أفلام وفيها أفلام كتيرة وفيها أفلام أولى لمخرجية، يعني أول مرة هيدا المخرج بيعمل الفيلم، كيف بتقيم هيدا التجربة؟ كذلك نحن لاحظنا منذ السنوات الأخيرة هنا السنة السينما العربية والإفريقية عماما هي بصدد احنا نقوله تتشبب، يعني جيل جديد من المخرجين ربما يعني مرتبط بالتكوين بما توفره العدد الدول من امكانيات ومن تمويلات لهذه الدول، خاصه تونس مثلا، ناخذ تونس المغرب ولبنان، هناك تمويل يعني للبلدان، هناك شراكات في الانتاج، هناك شباب يوم منفتح، هناك تكنولوجيات جديده رقميه تسمح للعديد المخرجين انه يتكونوا في المدارس او في، وبالتالي تواجدهم هذه السنه يعني عندنا 14 فيلم هو في عمل الاول، ويمكن على 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 24 فيلم طويل عندنا 14، يعني تقريبا اكثر من النصف هو عمل اول، وهذا شيء يعني يبشر بخير باعتباره يعني هناك مستقبل، يبشر بشرة طيبة للسينما العربية والإفريقية ونحن سعداء بذلك يعني. لكن هذه الإمكانيات سيد الأمياء يمكن اللي حتى نعم تفضلي سيد الأمياء اكملي كلامك. طيب سيدة الأمياء كنت أقول أنه هذا كرست هذه الأعمال الأولى كرست يعني لقيناها متواجدة في العالم، يعني هناك أفلام عربية وأفريقية طيب. في كان كانت في فينيس في تورونتو، يعني جميع المهرجانات العالمية اليوم نلاقي فيها هذه الشباب، وبالتالي تواجدها في أيام قرطاج السينمائية عديد يعني تواجد طبيعي وبديهي أنها تكون، وبالتالي احنا كما تعرفوا عندنا جائزة طاهر شريعة هي مخصصة للعمل الأول، ستكون لجنة التحكيم يمكن لها الصعوبة أنها طيب سيدة لمياء جائزة وحيدة لل إذا سمحتي، يعني يمكن هذه الإمكانيات اللي حضرتك ذكرتيها من إنتاج مشترك، من تكنولوجيا، من طاقات شابة، من جهات يعني إمكانيات كبيرة يمكن موجودة صح في تونس، في المغرب، في لبنان، بعض الدول، لكن ما أعتقد هي موجودة يمكن في السودان، ما أعتقد هي موجودة في سوريا في ظل الظروف اللي يمكن تشهدها البلاد، لكن شفنا هناك مشاركة، أفلام سورية، أفلام سعودية، أفلام سودانية، كيف قيمتوا هذه الأفلام؟ كيف شفتوها؟ مارف يمكن كان عندك تصريحات يمكن سابقة عن هذه الأفلام ومشاركتها، تفضلي. البلدان التي ذكرت هناك بلدان يعني فيها شراكات، مثلا تونس والمغرب والجزائر ولبنان، كلها يعني تتعامل مع بدل مع شركاء سواء من المنطقة أو من خارج المنطقة، ولكن هناك العديد من المخرجين اللي هم اليوم مقيمين خارج بلدانهم سينما المهجر، وبالتالي احنا خصصنا قسم جديد سينما المهجر باعتبار انه العديد من الجيل الجديد من السوريين المهجرين او غير حتى المهاجرين والذين اختاروا او من الجيل الثاني او الثالث من المهاجرين متواجدين في فرنسا، موجودين في المانيا، وبالتالي تواجدهم يعني طبيعي في ايام قرطاج السينمائيه. إذا لو أردنا أن نتحدث عن إمكانيات التي توفرها الدول، هناك تفاوت في البلدان، تونس مثلا تخصص
جزء كبير، يعني تقريبا جل الافلام هي مموله من الدوله، ومفارقات كبرى، وانه المغرب مثلا كذلك عندها تمول الافلام، مصر مثلا اللي هي يعني فيها تاريخ عريق، ويعني احنا نقول ام السينمائيات لا تمول، يعني ليس هناك. نعم. وبالتالي هذا ينعكس على التواجد السينمائيين. مثلا السودان هناك سينمائيين شبان، يعني تمويلهم ما شاء الله، يعني هم لاقوا الدعم ربما من خارج السودان، باعتبار انه الافلام في السوداني المتواجد صمود في العشرين هو في تمويل ربما مش كبير، ولكن هناك تعامل. نعم. يعني شبان متألقين لاقوا الإحسان، ويعني ودور أيام قرطاج السينمائية، ولا دور القاهرة، وأنه يجيب المنتجين ويخليهم يتلاحقوا مع الشبان اللي ربما من السودان ولا من أفريقيا اللي ما عندهمش الإمكانية. وبالتالي أيام قرطاج السينمائية هناك. نعم سيدة لمياء إذا سمحتي، موازي للعروض، يعني في جزء مخصص للتمويل وصلت الصورة، يعني يدخلوا. نعم. نعطيهم الفرصة أنه يدخلوا في شراكات مع مخرجين. إذا تسمعينا سيدة لمياء، احنا نعتذر طبعا للمقاطعه لكن هذا ما سمح به. أيوة. الوقت. السيده لمياء قيقه، المندوبه العامه لمهرجان قرطاج طبعا السينمائي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في هذا الصباح. شكرا لك.